شنو التاريخ؟ علي عليه السلام اللي هو إمامنا وأميرنا هو ساقي الحوض سقي. شوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شنطة من كرامة علي بن أبي طالب، ما قال له أنت توزع يوم القيامة قصور، لا أنت تسقي ماء، شيء مهم هذا، سقي الماء ساقي الحوض. عندنا هنا في تجاربنا الدنيوية أبو الفضل العباس ساقي عطاشة كربلاء، ولهذا الشاعر يقول إذا كان ساقي الحوض في الحشر حيدر فساقي عطاشة كربلاء، أبو الفضل على أن ساقي الناس. هذا الشاعر يعقد مقارنة جميلة جدا جميلة، يقول إذا يوم القيامة ساقي الحوض على ابن أبي طالب، ابن بالدنيا هو اللي ساقي. إذا كان ساقي الحوض في الحشر حيدر فساقي عطاشة كربلاء، أبو الفضل ولكن مع الفارق، ولكن ساقي الناس في الحشر قلبه مريع وهذا قلبه بالحشا وهذا قلبه بالظما يغلي. يوم القيامة علي بن أبي طالب يسقي الناس لكن هو قلبه مرتوي، هو على الحوض مرتوي، لكن شوفوا في الدنيا ساقي عطاشة كربلاء يسقي وقلبه شنو؟ متقطع ظما. ولكن ساقي الناس في الحشر قلبه مريع وهذا بالظما قلبه يغلي. فبان الانكسار على وجه الحسين عند سقوط قمر العشيرة، فبان الانكسار على وجه الحسين. أنا كنت أتأمل أنه شنو الانكسار والدلائل على الانكسار اللي أصاب الحسين. الدليل الأول أن الحسين قال الآن انكسر ظهري. الدليل الثاني الحسين رجع إلى الخيان، وأول مرة تقول الرواية أن الحسين وقف خلف الخيان باكيا يمسح دموعه بكمه، يعني كلش صار مكسور الحسين، راح ورا الخيام حتى لا يشوفوا النسوان، يبشي ويمسح دموعه بردانه ويمسح دموعه بكمه، هذا معنى انكسار. الانكسار الثالث لما اجى النساء وسألوا بالخصوص سكينة، قالت أبا أين عمي أبو الفضل؟ قال لها قتل. صاحت النساء وضيعتاه. الرواية تقول أن الإمام الحسين أيضا قال وضيعتنا بعدك. فبان الانكسار على وجه الحسين مناديا الآن انكسر ظهري، الآن شمت بي عدوه، الآن قليت حيلتي، لمن اللواء أعطي ومن هو